وعلى الرغم من كل المشاهد اللي حضراتكم شفتوها دلوقتي، لا تزال ازدواجية الإعلام الغربي مستمرة في محاولة لتغطية انتهاكات قوات الاحتلال في غزة وتجاهله للمدنيين في القطاع. الإعلام الغربي بيروج لأكاذيب وبيزيف الحقائق وبيتجاهل مذابح وإبادة للشعب الفلسطيني. يعني في كل اللي احنا شايفينه ده، الحقيقة مش بس بيزيف الحقائق، لو ما عرفش يزيفها بيمحيها تماما. وأعتقد أن ده شيء كاشف لغياب الضمير العالمي وازدواجية المعايير في التداول الإعلامي، ودي جريمة في حق شعب بيدافع عن حقه وأرضه المحتلة في تغطية الأحداث منذ 7 أكتوبر. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من ضيفنا النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب عشان نتكلم فيه كل هذه التفاصيل. نرحب بحضرتك يا فندم ويعني منورنا، في صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. مشاهد غاية في القسوة، صعبة جدا. أعتقد أنه ما ينفعش، يعني فكرة حتى أنه تزييف الحقائق يعني حتى فيها صعب جدا. وعلى بالرغم من ده بنشوف أنه بالعكس، احنا كنا بنتابع أن في بالفعل نوافذ إعلامية غربية بتاخد المشاهد دي وبتنسبها للكيان الإسرائيلي، أن دي مشاهد عنف حصلت جوه الكيان الإسرائيلي أو في دولة إسرائيل. يعني عايز أعرف من حضرتك يعني ما يحدث من النوافذ الإعلامية الغربية، رؤيتك ليها، شايف التغطية الإعلامية الغربية لما يحدث في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني لا يخفى على أحد إن انحياز الغرب بشكل كامل لإسرائيل ومن وراءها أمريكا في المخطط لاجتياح غزة أو لتنفيذ مخطط بيحلموا به من عشرات السنين. اللي بيحصل من الإعلام الغربي هو مش غريب على الإعلام الغربي، لأن هم ما عندهمش مواثيق شرف إعلامي يلتزموا به، لكنهم دائما في الأزمات وفي الحروب بينتهجوا سياسة تنفيذ الأجندة الواحدة اللي هم بيعتمدوا عليها في تنفيذ المخطط اللي بتستهدفه الدولة أو مجموعة هذه الدول. لكن لابد أن نتفق أن الإعلام الغربي منذ 7 أكتوبر في تغطيته للأحداث ويعني بيصور بشكل مباشر للعالم كله أن حركة حماس هي مثل تنظيم داعش، وإن عبارة عن مجموعة من الإرهابيين اقتحموا إسرائيل وقاموا بعمليات إرهابية داخل إسرائيل إلى أن حدث الاعتداء الغاشم على مستشفى المعمداني. هنا حصل تحول في رؤية الإعلام الغربي وفي نقله للحدث، ولابد أن نعترف بده، وده ليه معايير وتحليل لازم أن احنا نقف عند هذه النقطة عشان نقدر نقول إمتى الإعلام نقدر نحوله. هنا حصلت كارثة إنسانية لا يستطيع الإعلام الغربي إغفالها، لأن لو هو أغفل كارثة إنسانية زي دي، المواطن هيتناولها عبر وسائل إعلام مختلفة من دول أخرى وهينتقد إعلامه هو. فلابد أن نعلم أن في هذه النقطة تحديدا أن الإعلام له وسائل ضغط تقدر من خلاله تحركه، له وسائل تقدر ترجعه عند التحول عندما يتحول في نقطة أو أخرى. فلابد أن نعترف هنا أن الإعلام الغربي في تنفيذه لأجندته في أمور هو لا يستطيع، لم يتمكن أن هو يحيد عنها. التصريح اللي طلعته قيادات قادة إسرائيلية في الجيش الإسرائيلي بأن سبب ضرب مستشفى المعمداني أن تحتها نفق وأسلحة لحركة حماس، وده اللي نفته حركة حماس، وطبعا شيء غير معقول. أولا التصريح طلع بعد عدة أيام من ضرب المستشفى، وده يدل على أن الإعلام وقبلها الغربي اصلا كان في يعني تنصل من انه الكيان الاسرائيلي هو اللي ضرب المستشفى. الاول كانوا بيقولوا مش احنا اللي ضربناها اصلا. بالظبط. لما دلوقتي بيعترفوا بيقولوا ان سبب ضرب المستشفى هو ان في انفاق وفي اسلحه لحركه حماس في اسفل المستشفى، وده اللي نفته حركه حماس. الاعتراف من دولة إسرائيل في هذا التوقيت وبعد عدة أيام من ضرب المستشفى المعمداني إن دل على شيء، يدل على إن إعلام الغرب عندما أذاع هذه الحادثة أثر في الشارع الغربي بشكل واضح. دول الاتحاد الأوروبي بتناصر وتساند أمريكا وتدعم قرارات أمريكا وإسرائيل في الحرب، إلا أن الأحداث الأخيرة غيرت وجهة نظر البعض في الشارع الغربي، والدليل على إن بعض الأحزاب اليسارية في دول الاتحاد الأوروبي أعلنت تضامنها مع غزة، والتحول ده يقلق
إسرائيل ويقلق أمريكا أيضا. فلا بد ان هم بشكل او باخر يحاولوا ان هم يسيطروا على اعلام الغرب حتى لا تتحول القضيه الى قضيه راي عام يثير الشارع وشعوب العالم ضدهم وضد قراراتهم. هل هذا التحول من وجهه نظر حضرتك شايفه ليه مآرب سياسيه اخرى، ولا هو فعلا دعما للانسانيه مش هنقول القضيه الفلسطينيه؟ لا، هو هنقول برضو في الغالب ان الاغلب ان ليها شكل انساني كبير. يعني كل شعوب العالم بيحصل عندها حروب وبيحصل عندها أزمات، والإنسان بطبيعته بيتأثر بالأحداث الدموية والأحداث الاغتيالات خاصة للأطفال وغيرها. ولازم برضو المشاهد يعلم جيدا أن إعلام الغرب لم ينشر منذ 7 أكتوبر حتى اليوم أي واقعة إنسانية لطفل تم اغتياله ولا امرأة تم اغتيالها، ولكن كل ما يذاع من إعلام الغرب هي يعني مشاهد خاطفة لعمليات جماعية وإطلاق صواريخ من بعيد، وبيزاع أن الهدف منها فقط هو القضاء على حماس الإرهابية من وجهة نظره. طب جميل، بيبررها إزاي دي؟ يعني حتى لو مشاهد بسيطة بيعرضها مثلا لقتل أطفال، بيبررها إزاي الإعلام؟ يعني وإحنا بنتكلم دلوقتي عن مستشفى المعمداني، في البداية طلعوا بالفعل زي ما كانت جمانة بتقول وتنصلوا من ده وقالوا أن ده صاروخ أطلق بالخطأ من المقاومة فأصاب المستشفى، وبعد شوية شفنا التصميم اللي هم عاملينه ده، وإن في أسفل المستشفى في دور كامل تحت في مراكز للقيادة، وإن حماس بتطلق عملياتها من هذا المكان. الإعلام بيبرر ده ازاي؟ نقول الأول يا فندم، الإعلام الغربي تناول الحادثة منذ 7 أكتوبر ازاي؟ أولا لما حركة حماس اخترقت الجدار الواقي لإسرائيل، واللي المفروض ما فيش يعني نملة تعدي من عليه دون أن ترصد، ويتعامل معها فورا يعني أكبر الأجهزة في إسرائيل، تدخل حركة حماس وعلى مدار 6 ساعات تعمل كل اللي هي عايزاه من رد فعل. لازم نبين للعالم بقى هنا التناول في الإعلام الصحيح. ما قامت به حماس هو رد فعل للاغتيالات والانتهاكات التي تحدث من إسرائيل على مدار عشرات السنين الماضية. فهنا الغرب لما صور الواقع على إنها إرهابية، لكن في الواقع ده رد فعل لكل ما يحدث من اغتيالات من الجيش الإسرائيلي في غزة خلال السنوات العشر الماضية. هما ما بينقلوش الحقيقة. المفروض بقى على الإعلام العربي إن هو يوضح كل هذه الحقائق. من سنة 47 وغزة بيحصل فيها انتهاكات، سنة 78 طلعت حركة حماس في 40 سنة. طب الأربعين سنة دول راحوا فين؟ يعني حركة حماس عمرها، والضفة الغربية ما فيهاش فيها حركة حماس، ما فيش فيها حركة حماس بالضبط. ال- 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 الحاجة التانية، صوروا طبعا للغرب ان دي عمليات إرهابية ضد الشعب الإسرائيلي الأعزل، نقلوا وزيفوا الحقائق بشكل كامل وأقنعوا الشارع الغربي بأن إسرائيل تدافع عن نفسها وأن دي عمليات إرهابية تتم على أرضها، وده عكس الحقائق تماما. لم يصوروا ولم يشرحوا كل ما حدث من الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة خلال السنوات الماضية. على الإعلام إن هو ينشر الحقائق دي ويقول اتفاقية أوسلو راحت فين، اللي عرفت بإعلان المبادئ اللي وقعت عليها إسرائيل وفلسطين في 93، وحددت دور كل دولة وحق كل دولة في إنها تعيش في أمان ولها حدودها. لما تخترق إسرائيل هذه الاتفاقية المهمة، يبقى ما فيش اتفاقية كامب ديفيد بقى اللي وقعتها مع مصر، ولا الاتفاقية اللي وقعتها مع الأردن. إسرائيل بتنتهك كل الاتفاقيات الدولية على مرأى ومسمع للجميع، لكن هم شاطرين جدا في إن هم يقودوا إعلامهم نحو إن هم يحققوا هدفهم ويوصلوا للشارع وجهة نظرهم إن هم صح، وإن هم بيشتغلوا لصالح دولتهم وللدفاع عن شعبهم بشكل أو بآخر. على الإعلام العربي بالكامل انه لابد ان يعي هذا، وانه يشتغل ويوضح وجهه النظر الصحيحه. احنا اعلامنا الاعلام المصري كان ناجح جدا خلال الفتره اللي فاتت في نقل الاحداث وتصويرها بشكل يعني كبير، بانحياز كامل للشارع وما يحدث في الشارع دون انحياز لاي طرف من الاطراف. عفوا. يعني هنيجي نقول نظرة الإعلام، قمة القاهرة مثلا للسلام اللي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، القمة دي مثلا غطتها 48 وسيلة إعلام أجنبية.
ما بين قنوات فضائيات صحف. بصراحة ده نجاح كبير للإعلام المصري عندما تحضر 48 وسيلة إعلام أجنبية لتغطية حدث هام زي ده، يبقى وسائل الإعلام دي نقلت الحقيقة كما هي، نقلت كل ما يقال كما هو. لكن لو ما حصلش ده بتلاقي وسائل الإعلام الغربية بتحرف الواقع وبتنقل اللي على مزاجها بس وتسيب اللي على مزاجها. اللي أنا عايز أقوله هنا، لابد على الإعلام العربي أن يكون فيه اتحاد، وده أنا يعني بشوف من وجهة نظري أنه حان الوقت أن يكون للإعلام العربي كيان إعلامي عربي واحد يتحد فيه، ويكون ليه رؤية موحدة وخطاب إعلامي موحد يخاطب به العالم عشان يقدر يغزو به فكر العالم، كما تفعل إسرائيل ومن وراءها أمريكا في السيطرة على عقول شعوب الغرب باستخدام الإعلام. طيب سيادة النائب، لو رجعنا مرة تانية كده وشفنا الصورة من بعيد للإعلام الغربي، هنلاقي أن في كمان مواقف حصلت مش معتادين عليها. على سبيل المثال، مذيعة قناة CNN سارة سيدنر اللي خرجت في وقت من الأوقات قالت أنه حماس قامت بقطع رؤوس الأطفال، وأنه في مشاهد للاعتداء على النساء و وبعد أكتر يعني عدى يوم أو يومين تقريبا، بعد كده خرجت نفس المذيعة واعتذرت وقالت أنه بالنص يعني أو ترجمة اللي قالته، قالت أنه كان يجب علي أن أتحقق من الخبر، وقالت إن هي نقلته عن مصادر لها علاقة بالكيان الإسرائيلي. وعلى الجانب الآخر في مذيعين كبار الحقيقة في عدة شبكات وعدة قنوات أخرى، لما لقوا إنه في مواجهات مع داعمين للقضية الفلسطينية أيا كان، كانوا عرب أو حتى أجانب، لقوا نفسهم أمام مأزق حقيقي، لأنهم حتى ما كانوش عارفين برغم كل ما يتبنوه مش عارفين يردوا على حديث والحقائق اللي بيتبناها الأشخاص المتضامنين مع القضية الفلسطينية. شايف الإعلام الغربي الآن بيتعرض لمأزق ليه علاقة بالمصداقية اللي هو يعتبر أساس الإعلام وأساس ثقة المشاهدين في هذا الإعلام وهذه الأبواق أو النوافذ الإعلامية؟ ده كلام حقيقي طبعا، لأن الاعتداء الغاشم اللي قامت به إسرائيل خلال الأيام الماضية على قطاع غزة وقتلها للأطفال وللنساء، أولا ده دليل على أن إسرائيل في حالة من التخبط. وطبعا اللي حصل في 7 أكتوبر أكيد الشارع الإسرائيلي هيحاسب عليه حكومة إسرائيل، والكنيسة هيكون ليها ردة فعل لهذا، وهل فعلا ده فشل استخباراتي أم هو وراءه أسباب أخرى. وطبعا علشان الحكومة الإسرائيلية تحفظ ماء وجهها أمام شعبها وأمام العالم، فبيكون ليها رد فعل يعني غير محسوب، رد فعل بنشوفه بالشكل الغاشم اللي هو حاصل دلوقتي. طبعا الكلام ده لما بيحصل وبيقوم الإعلام الغربي ينساق وراء ما تفعله إسرائيل دون أن يحسب حساباته، بيقع في هذا المأزق اللي هو وقع فيه الآن، واللي هي وقع فيه أيضا حكومة إسرائيل، لأن القنوات الإعلام الغربي نقلت نقل أعمى لما تقوله إسرائيل ولما تفعله إسرائيل دون وضع الحسابات الأخرى في حساباتها في خلال نقل الأحداث أو نقل وتزييف الحقائق كما يفعلون. إعلام الغرب فعلا دلوقتي حقيقة هو أمام أزمة حقيقية، أنه ينشر شائعات ولم يذيع الحقائق كما هي، وينحاز لطرف دون الآخر، وعليه بالفعل أنه هو يعود إلى صوابه ويرصد الحقائق كما هي من على أرض الواقع دون تحيز لطرف دون الآخر. إعلام الغرب خلال العشرات السنوات الماضية بالفعل، والكل يعلم ذلك، ان هو بينفذ اجندات خارجيه ولا يلتزم، زي مش زي عندنا في مصر او في الدول الاخرى بيلتزم بميثاق شرف اعلامي. احنا عندنا في مصر في ميثاق شرف اعلامي، وهو ده اللي انا بطالب بيه، ان مصر تتبنى انشاء كيان اعلامي عربي موحد يكون له ميثاق شرف اعلامي، نقدر نقول للغرب احنا اقوى منكم وعندنا ميثاق شرف اعلامي وننقل الحقائق،
لا نزيفها لا نحرفها، وعندنا إعلام نقدر نخاطب به شعوب العالم وليس حكومات العالم. شعوب العالم هي اللي بتتأثر بالإعلام، شعوب العالم لما بتتحرك هي اللي بتأثر على حكوماتها وبتأثر على قراراتها. عظيم جدا. وعلى الرغم من ده اللي كانت جمانة بتتكلم عنه في مذيعة سي ان ان لم ينتشر التصحيح اللي قالته كما انتشرت الشائعات في البداية، ودي مشكلة كبيرة جدا. لكن لما نيجي نتكلم برضو عن جزء آخر من تغطية الإعلام في بي بي سي، احنا شفنا حتى غليان في داخل بي بي سي واستقالات جماعية لعدد كبير من الصحفيين هناك نتيجة اعتراضهم على النهج اللي بتتبعه في هذه التغطية. شايف ازاي اتعاملت هيئة الإذاعة البريطانية مع هذه التغطية؟ حتى كان في تقرير اكيد حضرتك شفته وتابعته بيتكلموا عن ان حماس بتبني قواعد وبتتحرك اسفل المستشفيات، وده اعتقد انه بعديها على طول شفنا استهداف مستشفى الاهلي المعمدين. البي بي سي زيها زي كتير من القنوات اللي بتنقل في مصر لابد من تحييدها، وده اللي حصل قبل كده عندما قامت البي بي سي بنقل صورة عن مصر غير صحيحة في تنظيمها لحقوق الإنسان وقديما أثناء العدوان الثلاثي بالضبط، وكان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقتها دور مهم جدا في إن هو يحاسب البي بي سي ويلزمها بميثاق شرف إعلامي موجود في مصر. وده اللي أنا كنت بقوله لحضرتك لما في مجلس النواب طلعنا في 2018 قانون تنظيم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس قام بإعداد لائحة لتنظيم هذا القانون وميثاق شرف إعلامي، وكان ساعتها الأستاذ جمال شوقي هو وكيل المجلس ودعا قناة البي بي سي وألزمهم بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامي وبالقانون المصري، ونجح في أن هو يحيدها. فعلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه هو يعمل يقوم بهذا الدور نحو كل القنوات التي تذاع من مصر وعلى رأسها البي بي سي، لأنهم مش هيقدروا لما يجوا قدام القانون ولائحة فيها ميثاق شرف إعلامي بتنظم العمل وفق القانون ووفق العدل والمساواة في الشارع، مستحيل ان هم هيقدروا يحيدوا عنه، واكيد هننجح في ان احنا نحيدهم. اللي بتعمله البي بي سي النهاردة وغيرها من القنوات طبعا هو بينفذوا الأجندة الخارجية كما هي بحذافيرها دون النظر إلى أي معايير أخرى ودون النظر إلى أي اعتبارات. لكن زي ما حضرتك قلت يا سيادة النائب، هو بالفعل الضغط الشعبي وحتى يمكن مواقع التواصل الاجتماعي والأشخاص المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي إن كانوا المصريين العرب الأجانب بالفعل يعني ضغطوا على هذه الأبواق والنوافذ الإعلامية الغربية بشكل كبير جدا، وضحوا كمان تزييفهم للحقائق، وشفنا كمان الناس بقت تدور على القضية الفلسطينية وتعرف الأزمة ابتدت من إمتى. سؤالي هنا لحضرتك يا فندم، أنه شايفين أنه في استهداف من قبل الكيان الإسرائيلي للصحفيين في قطاع غزة، شايفين أنه حتى مع بدء عملية الاجتياح الباري لقطاع غزة أول حاجة حصلت هو قطع الاتصال وقطع الإنترنت، حضرتك تفسر ده بإيه؟ طبعا إسرائيل منزعجة جدا بما ينقله وسائل إعلام مختلفة للحقائق على أرض غزة واستهدافها للصحفيين، ده أكيد هدف كبير جدا علشان هي عايزة تخفي الحقائق ومش عايزة أي وسيلة إعلام. ده يعني فشلها، فشل إسرائيل في كان إسرائيل في تزييف الحقائق. أكيد طبعا، هو إسرائيل كل ما تفعله الآن هو مخالف للقانون الدولي ولقانون الإنساني الدولي ولكل المواثيق والاتفاقيات الدولية، وهي تعلم ذلك جيدا وهي بتخالف ده وهي على علم بده، لكن كل ما تسعى إليه الآن هي إن الحقائق دي ما توصلش لشعوب العالم ويصل لحكومات وشعوب العالم فقط كل ما هي تستهدفه، بأن إسرائيل هي الضحية، بأن الشعب الإسرائيلي هو الذي تم اغتياله وتم الاعتداء عليه من قبل جماعات إرهابية كما يدعون اللي هي حركة حماس، وإن ما تفعله على أرض غزة الآن هي القضاء على الإرهاب اللي هي بتصوره مثل داعش اللي هي حركة حماس، داعش اللي هي صناعتهم هم أصلا، داعش اللي اختفت مرة واحدة عن الوجود وما بقاش لها أي وجود وظهرت فقط هي حماس، هو مسلسل هزيل اخترعوه هم وهم اللي صنعوه وهم اللي أخفوه في الوقت المناسب عشان يظهر أمام العالم إن حركة حماس هي البديل لداعش على الأرض على غير الحقيقة. لكن يظل السيادة النائب موقف مصر واضح وثابت بكل مؤسساتها بإعلامها، وكمان الموقف الشعبي واضح في نصرة القضية الفلسطينية. شكرا جزيلا سيادة النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب. شكرا. شكرا كمان.